لا، لم تحذري. سأقضي عليك. وانتهينا. الآن علي التخلص من باقي الوصلات وإنقاذ الحديقة. أنتم انتظروا الشرطة. ماذا يجري؟ برج التنويم يفقد قوته. استسلم زومبوزو. قد تكون قضيت على وصلاتي، لكن لدي الكثير من وحوش الزومبيز هنا. فعلا تظنها قادرة علي وانا هكذا؟ او ربما. ماذا لو كول، لكني سأذهب. أولا افسحي لي الطريق. خسرت يا ولد. مع طاقة التنويمية سأبتكر جيشا وأحكم العالم، ولن تستطيع فعل أي شيء. لا، دعني. ها، جدي ماكس، كوين، أنت أيضا. لن أدع الأمر لك. والآن خذ هذا أبجريد إلى الإنقاذ. ماذا؟ واو، وتقول عني وحش. لعبة بلاستيكية. هل أنت شرير حقا؟ لا تتحرك. لم تصب. حسنا، الزومبيز علي إيقاف هذه الطاقة الغريبة في أعلى البرج، وأظنني الفضائية المناسبة لذلك. سوري علي الذهاب. ماذا ينوي فعله؟ تبدو بحاجة لقليل من السكر. التقط. يا للإحراج، غلبتني كعكة مهرج. ضربتك بنكهتي المفضلة، زامبو. طعمها مريع مثلك أنت. لن تراوغ للأبد أيها الأحمق. من الجيد أننا وصلنا إلى القمة. ماذا فعلت ببرجي؟ طورته حتى أتمكن من عكس آثار الزومبي. لكن لا تقلق، الجولة ستنسيك اسمك. تمسك جيدا. الجولة؟ والآن لنعد الكل إلى طبيعته. ما الذي حصل؟ كأننا كنا نحلم. رفيقي، زومبوزو قام بتنويمكما. لحظة، أين ذهب؟ هناك. هيا بنا، ادخلوا بسرعة. خسرنا هذه المرة، لكننا على الأقل سنعيش للمعركة التالية. مان، لا أصدق أنهم هربوا. أحسنت بان، أوقفت خطة زومبوزو وأنقذت الحديقة بنفسك. أنا فخور بك. بينما كنا متحمسين للألعاب والمرح، أنت بقيت مركزا. شكرا، لكن ألم تنسوا شيئا؟ أم نسيتم أنني قد كنت على حق وأنتم على خطأ؟ ذاك اليوم